اهلا بحضراتكم، حلقه جديده بطريق التالت ولسه معاكم حديث عن الانتخابات الامريكيه. طيب ايه الجديد في الانتخابات الامريكيه؟ احنا اتكلمنا مع حضراتكم في حلقه سابقه وانا بحكي ليها واللينك موجود عند حضراتكم اتفرجوا عليها، ايه اللي ممكن الفرق بين بايدن وبين ترامب، ولكن ما المتغير الذي حدث في الانتخابات الامريكيه؟ في ظل صعود اليمين المتطرف في او اليمين خلينا اقول في اوروبا وفي بعض الدول، يهزم اليمين في الولايات المتحده الامريكيه. والأهم من اليمين هو اللوبي الذي كان متضامن مع هذا اليمين، وهو اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية. اللوبي الصهيوني كان قلبا وقالبا مع ترامب، وهزم ترامب لأول مرة في تاريخ اللوبي الصهيوني. يهزم مرشح يزكي هذا اللوبي، ده المتغير اللي محدش يتكلم فيه. يمكن الحلقات السابقة كل اللي اتكلمنا فيه ممكن يكون في ناس عارفاه، ممكن ناس متوقعاه، ممكن ناس يعني تحليلاتها تجيبه، ولكن اللي انا ما شفتش حد يتكلم فيه هو جزئيه هزيمه اللوبي الصهيوني. ومع ذلك، هل معنى هزيمه اللوبي الصهيوني ان بايدن مثلا هيبقى مع القضيه الفلسطينيه؟ اطلاقا خالص لا. طبعا هو هيفضل مع اسرائيل قلبا وقالبا، ما تفكرش ان في حاجه هتتغير، بس في حاجه هتتغير الى حد ما. بمعنى ايه؟ يعني بايدن او الجمهور الديمقراطيين تحديدا عندهم حته ستيب باي ستيب بالراحه، توازنات سياسيه، الشكل السياسي، الشكل الحقوقي. انما ترامب ما يهموش. لو كان نتنياهو ده يعني دمر الفلسطينيين واباد الفلسطينيين، ترامب ولا كان يمكن هيساعده، مش فارقه معاه. انما فكره الديمقراطيين فكره الشكل، الحفاظ على القيم الديمقراطيه، نندد، ندعو للقلق، مش عارف ايه، ده مش هتلاقيه مع ترامب. بالعكس، ترامب كان يعني اعمله وخليه سوا وضم جولان والسفاره بتتنقل للقدس وحاجات كتير، ده مش هيحصل مع الديمقراطيين بشكل مباشر. ولكن نرجع تاني للمتغير اللي لازم نتكلم فيه، وهو تراجع اليمين. وهو بايدن طبعا وبعض الديمقراطيين وبعض الانصار يحسبوا على تيار اليسار او الليبرال اليساري، حاجات كده، الليبرال يساري حاجات كده يعني. ولكن هناك افول او تراجع، بلاش افول، افول دي مرحله ممكن تكون متقدمه شويه. هناك تراجع للتيار اليميني داخل الولايات المتحده الامريكيه، وهناك هزيمه، وهزيمه واضحه وصريحه وحقيقيه للوبي الصهيوني. اللوبي الصهيوني كان مع ترامب قولا واحدا، ودول كتير في الشرق الاوسط كانت مع ترامب وكانت جزء من حمله ترامب الانتخابيه. بدليل كل عمليات التطبيع التي تمت مع الكيان الصهيوني في الفتره الاخيره كانت لحساب ترامب. حتى الجولات المكوكيه اللي بيقوم بيها بومبيو الان بعد الهزيمه واستكمالا للتطبيع واخرها السعوديه، كل ده بيدور لحساب ترامب، وحساب ترامب تحديدا بشكل شخصي، لحساب شخص ترامب. وقبل ده دلوقتي لشخص ترامب، انما قبل شويه كان لحساب حمله ترامب. وطبعا ترامب اتهزم. موقف الدول العربيه دي ايه؟ موقف الدول الداعمه ايه؟ منهم روسيا كمان بعد نجاح بايدن وبعد تولي بايدن. طبعا السياسه لعبه الموائمات ولعبه المساومات. هيحصل ايه؟ مفاجآت ممكن تحصل الفترة اللي جاية، ولكن مش مفاجآت زي البعض ما متوقع ان ينقلب الاوضاع اطلاقا. هيحصل نوع من الضغوط الامريكية، هيحصل، ولكن ضغوط يمكن ان يتم مواربتها، يمكن ان يتم قبولها، ممكن يتم امتصاصها كما كان يحدث في السابق. ممكن المرة دي تكون المسألة كبيرة شوية، واضح. ولكن احنا بنتكلم في متغير لابد ان احنا له ما بعده، وهو هزيمة اللوبي الصهيوني. هل سيستسلم اللوبي الصهيوني أم سيبتدع طرق جديدة للعودة من جديد والهيمنة من جديد على مقاليد الأمور في الانتخابات الأمريكية؟ كان له اليد الطولة في الانتخابات الأمريكية. إذا قال هذا اللوبي فلان، فلان بينجح. لأول مرة يقولوا فلان وفلان ما ينجحش. ده متغير أرجو حضراتكم إن أنتوا تذاكروه كويس. له ما له وله ما بعده، ولكن لا نكون متفائلين زيادة عن اللزوم. يعني لا نكون متفائلين زيادة عن اللزوم بسقوط اللوبي الصهيوني في هذه الانتخابات، ولكن ندع الأيام هي من تقرر وتحدد
مصير اللوبي السعودي الامريكي. شكرا لحضراتكم، واشوفكم حلقه جديده ان شاء الله من الطريق الثالث. اسعد بحضراتكم وجودكم معانا على قناتنا على اليوتيوب بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكرا ليكم، مع تحياتي هاني تمام.